الدار زيرو هادي سمت اسم الدار زيرو حيت هادي اول دار هنايا في المدينه اللي تبدا الدار زيرو. كان هنايا كيسكن مسيو جون وايلي، مات مسيو جون وايلي، جا مسيو شارل سيفيني ميريكانو، مات دابا جا ماركو مسيو جيم. انا خالق هنايا، انا خلقت ولد المدينه، عندي الخدمه هنايا دابا شي 18 19 عام خدام في هاد الدار هادي. واش غادي نقول لك تاريخ التاريخ بالضبط؟ والله ما نعرف، ولكن هاد الشجره د الكرموس كيقولوا عندها شي 300 سنه، يعني الدار شحال تكون عندها قبل اولا في التاريخ 300 سنه هذاك. وطبعا راه اثار ديال المدينه القديمه كامله كاينه هنايا في القصبه، يعني اي دار تكون عندها اثر، عاد ما بالك مع الدار الزيرو، يعني اول دار هنايا في القصبه وفي المدينه كامله. كتشكل شجره الكرموس، راه كلشي كاين اللي كيدوز طالع الهبط كياكل شجره الكرموس، بالخصوص ملي كان هنايا جون وايلي على حسب اللي كيعاودونا حنايا، طالع الهبط راه كيعطيه الكرموس، والكرموس تبارك الله تنا كتعرف. وبخصوص الناس اللي كيعرفوا هنايا الدار، راه بالنسبه ديالهم راه هي هيداك حاله بحال المتحف، حاله بحال الحبس قديم، حاله بحال اي حاجه مدينه قديمه تنا كتعرف. ولكن براني يقدر يدوز جنب الدار الزيرو ويستغرب نتا علاش تسمى الدار الزيرو، حنا قلنا لكم علاش تسمى الدار الزيرو، اول دار هنايا في المدينه.